انا في يقين ان اللي بيدير كل هذه العمليه، قلت الكلام ده قبل كده كتير، ان امريكا تدير وتستثمر الارهاب. لازم صحيح. يبقى العنوان يبقى كده عندنا ويبقى صحيح. واضح صحيح. وما نزلش وزير الخارجيه في التوقيت ده، لان التوقيت حل مشكله اللي هم مش عشان فيها. هو طبعا بيقول عشان موضوع السلام، عشان موضوع الملف القطري، لكن انا متصور القضيه الكبيره بالنسبه لهم ليه، لان هم اللي عملوا هذا التنظيم. والتنظيم اتعمل عشان يبقى هو عباره عن السكين اللي بيقطعوا بيه او بيعيدوا هندسه جغرافيا المنطقه، ان ما كانش اذابه جغرافيا المنطقه حقيقي. فده الامريكان